cosa sí, 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 sí. Me creo, me creo, pues, 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 كان طفل صحت رقة سلطة معي كان بروجي عملته هو وشيل كان خدمة خدمتها اللي طلبت منها كان شريكة حبيت نعمل كاريير اللي خرجت منه شنو هو تحبه انت بالضبط انا هو اللي عملته ديجا مشت فيه اسبيروس بوم اسمعني بعد من الاخر ما كنت كشفت بالفشل هو ولا صديق ممتاز بتاعي بنت وليد انا اصحاب وشمار نحكي قولوا اسمع انت ما تعرفش كيف هي حاجة بيا على الاخر صارت لي في حياتي باسكو عشان فوا انا نعمل اكتيفيتي نخرج منها وهذا يعطيني برشا ليبرتي نقرا خدمت كل شيء سموني خدمة انا ما خدمتهاش خدمت كاميرا خدمت سيرفر في صالون تاع سيرفر في صالون الدي خدمت فوتوغراف في العروسات وفي ليفيرمون كل شيء خدمت جورناليست نكتب شوية ساعة كل شيء عملت كوميرس موطا ونخدم في الكوميرس الواحد الحمد لله زرت فيه شفت الكوميرس انا مش فهمت والحاجة اللي باهي في الفشل كنت عندك برشا شجاعة تولي شجاعة فخر وتولي شكفاء معنا تخدم مكتبتي تعلم منها برشا حاجات وبعد تقول تيا انا خدمت مكتبتي هذيك وما تنجم نرجع لها في اي وقت نحب عليك تعبت كيف هي وما تسكر شر هذاك عشان نفكر على ذكرك مش فشل تيا حاجة باهي ممتازة على ذكر وكل شيء اكثر فشل غبية باهية معنا اللي سالتني على الدنيا تعال تصور لكم تعبت بارحمهم انا خديني لهم قلت انا شو في بيام امي تيت جورناليست بور سا جو بخوت دي فوتو افيك تو مون جو سوي اكتيفيست اوسي انا كنت غادي في درس خاطر جماعة اللي غادي عندهم مشكلة فهمتني الاخوان جاي يحبوا يشوفوا كلهم جريدة هنا في المحكمة العسكرية فهمتني وقت القضية تاع اليوم الاخر هنا في المحكمة العسكرية جو سوي جو سوي باختو جو في بيام امي تيت جورناليست بور سا جو ما خاطر كنت خوانش قبل بعد ما تدريش لا انا كنت خوانشي بعد الانتخابات بشهر صعب كنت نحكم مع ناس تضربوا بالعفيه لكن ما تجيش ما عنديش بال هكا راهي مصرع يعني كارك قعدت الساعه لا اسمع هو شهر كارك عملت شهرين بس صدقت زي ما قال اه دي واحده دي اس جيت وقتها كنت جيت هناك في الفيلا انا راجل مهتم ولا بس كمان كنت هداوي يعني وقت شرب بعد هذا ما ظهرنيش فهمت اسمع حد جو في حد ما فيش واحد فيش غير اللي بيقول بزاف كل شيء مع الاشباع الغريب في الجو كله تخزين جميل زعما لميت من ضرب اسبوع وقتها بو زعما خدت تصوير في البوك تقول الصورة هيك سعاد عبد الرحيم ديما شخص اسمعني فما حاجة بزب كي تعمل برشا في الاكسبيريونس وكل شيء تمشي تولي تروش مش تولي ستابل هو الاستابيليتي توا انا عملت تكوير حنوط عطرية حنوط شفاط وكلاوي وكسوتشيخ بس كلمت الكل الكراسة طيارة فوقيها نبيع كل شيء جيتارات فاسيات حية كالبرستاشن صار نحكيهم نبيع فيها في التمويل كل شيء الحمد لله ربي من كنتي بتاع فلوس ما عادش كنت مطلبة يعني الحمد لله الاكسبيريونس بتاع السحابة هي أحسن حاجة عملتها في حياتي أما أكثر مهنة تعملها بالفخر الفخر مش شمال أسقى بار كون بتيجي تحضر في سهرية بتقول تعمل جو تغني تشتغل وتبصر ما عادش تولي هواجي ما تعلمت حتى شيء بالصحابة والصحافة بالرسمي أحسن مهنة وأن بالمهنة أما بالحق برجع وما نشتري حاجة ما تبيعش ولا يعطيكم الصحة.